مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير، مرحبا. معنا بحصه لايف المشاهير، لايف المشاهير اللي بتشوفوها كل يوم بهذا التوقيت 6:15 على قناه شروق تي في، معي ومع نيفين ومع اكرام. اكيد مثل ما تعودتوا اخر الاخبار الفنيه والحصريات موجوده دائما معنا بلايف المشاهير، واكيد هذا اليوم ما نو استثناء، كله اخبار وحصريات موجوده معنا ولقاءات من نجومكم اللي بتحبون. مثل ما عودناكم بنبدا دائما بعناوين اهم الاخبار اللي موجوده بالحلقه، خليكم معنا. بعد سحب اللقب من الجزائريه شيتوح، بيان من مسابقه ملك الجمال العرب بمصر تعتبر القرار غير قانوني. نجيه العراف للايف المشاهير، استنوني في رمضان في 11/11 والبطحه على قناه الشروق تي في. من ريا وبشرى عقبي لياسمين عماري، تحدي الافاتار يشعل بروفايلات نجوم السوشيال ميديا. ودائما نبداو عدد نهار الاعداد تاعنا. بعد انتشار خبر زواج الممثل ناصر سوداني نجم المسلسل الشهير بابور اللوح، اكد سوداني الخبر للايف المشاهير وافصح عن جنسيه العروس بان جزائريه من ولايه سطيف عين الفواره، بعد ما كان المتابعين تكهنوا بان العروس اجنبيه وليست جزائريه. فريق لايف المشاهير ببارك لسوداني وزوجته وبنتمنى لهم السعاده والهناء دائما. وبنذكر انه ناصر صرح ايضا للايف المشاهير عن اخر اعماله اللي حيكون في شهر رمضان المقبل، وعن مشروع تنشيط تلفزيوني واللي حنشوف تفاصيل اكثر بحلقه يوم الاحد. رزق لاعب المنتخب الجزائري سابقا زين الدين فرحات بمولوده جديده، وهيك بتكون كبرت عيلته وصار عنده 3 طفلات الله يحفظهم. بنذكر انه اللاعب اللي كان ضمن فريق اتحاد العاصمه حاليا مقيم في تركيا مع عائلته وعم يلعب مع فريق آلانيا سبور التركي. من فريق لايف المشاهير بنبارك لفرحات وعائلته. تم الاعلان عن حفل للمغني الجزائري موح ميلانو بولايه قسنطينه يوم غد الخميس على الساعه 5 مساء بقاعه احمد باي، وحيشاركوا الحفل كل من الشاب خلاص، فوزي الحامي، والرابور عزو. نذكر أنه الحفل منظم من طرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام، ويذكر أيضاً أنه قاعة أحمد باي استأنفت نشاطاتها بقوة، ومن المنتظر أنه تقام حفلات أخرى رح يعلن عنها الديوان لاحقاً. مشاهدينا الكرام، كانوا هادو ما اهم الاخبار لينا هاليوم شفتوهم في كويك المشاهير، هي الفقره السريعه اللي تشوف فيها الاخبار. هذا هو الديريكت، لا غالب جانا فوغيغ في الديريكت عارف. معليش كيما يقولوا ان شاء الله يخلي ايامنا دائما فرحه اكيد ان شاء الله، وكل اللي عم يسمعونا ان شاء الله يا رب. اذا نعاودوا برك نولوا لقضيه ملكه جمال اللي كنا هضرنا عليها البارح، هي ملكه جمال العرب اللي نحاو لو تيتخ ولا لقب لرانيا. يعني كان كاين مؤسسه ملكه جمال العرب اللي بيان وتقول هي بالعالم العربي طبعا وأوروبا، وتقول هي الملكة الوحيدة لألقاب ملكة جمال العرب بالدول العربية وأيضا أوروبا، والوحيدة التي لها حقوق الملكية للألقاب التابعة للمؤسسة، بالتالي لا يحق لأي وكيل من وكلاء المؤسسة حول العالم سواء العربي أو الأوروبي سحب اللقب من أي ملكة من الملكات سواء في دولتها أو الألقاب اللي تحصلت عليها بالختام العربي بجمهورية مصر العربية. يقتصر دور الوكلاء طبقا للعقود المبرمة معهم في إقامة الحدث والاختيار في دولته، وذلك تحت إشراف كامل من المؤسسة، وينتهي دوره بانتهاء السنة التي تم فيها الاختيار، وهذا إذا لم يجدد معه لسنوات أخرى. ولا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة أو جزء منها لأي شخص أيا كان ليتحدث باسم المؤسسة أو الوكالة التي يتخذ القرارات. لذا فإننا نعلن عن عدم قانونية أي سحب لقب لأي ملكة من الملكات طالما لم يصدر من مؤسسة ملكة جمال العرب وبتوقيع رئيس المؤسسة الدكتورة حنان نصر والمستشار القانوني للمؤسسة. وغدا بإذن الله الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة سوف يتم بث لايف مع الدكتورة حنان نصر والمستشار القانوني لما حدث بالجزائر، وهي القضية اللي كنا حدثنا عليها البارح اللي هي سحب اللقب. يعني هذه المؤسسه اللي هي اللي دار القوانين توسع قالت انه غدوه حيكون كاين مباشر باش نعرفوا اكثر، لكن تفضل كريم. مشان هيك نكون نفهم الموضوع بطريقه ابسط، الوكيل هذه المؤسسه بالجزائر هم اللي سحبوا اللقب،
والمؤسسة الأساسية اللي موجودة بمصر أو ملكة جمال العرب بمصر اللي طلعوا هذا القرار هذا البيان وقالوا إنه يعني مؤسسة ملكة جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا هي اللي تحدد هذه القوانين وبعد في كل بلد عربي في كل بلد عربي كاين واحد اللي تابع لهم يعني كما نقولوا احنا يديروا ريسبونسابل في شاك بي أغاب المؤسسة الكاملة يعني اللي شدتهم كامل هي اللي قالت بلي ما كاش حتى سحب حتى هي اللي تهدر تفاصيل أخرى حنشوفوهم طبعا بعد اللايف اللي حيكون غدوة إن شاء الله 8 في الأعداد المقبلة من لايف المشاهد إن شاء الله. أوكي بنروح إلى أول سونور معنا بحلقة اليوم واللي كان مع الممثلة نجية العراف واللي تلقيناها بإحدى المناسبات وحكت لنا عن الأعمال اللي حتكون برمضان 2023 وكمان أيضا حكت لنا أنه رح نشوفوها بـ 11 على قناة الشروق برمضان. نروح نشوف شو قالت لزميلنا عصام دهمة ونرجع. مشاهدينا الكرام معنا الفنانة القديرة نجية العراف اللي ديما نحبوا أدوارها وخاصة في الدور الأم وين شفناك سمية بلاتك على جا سعد القط سعد القط وي 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 والزهر ما كاش وين بنتي ما تزوج يجوا يخطبوا ما يدوهاش وكاين وكاين وبوستيشا اللي روح نخطب له بالموس الفنانة أنا حابين نعرفوا إذا يعني هذا المدار 2023 راح تكوني انا الاخبار اللي عندي والمعلومات اللي تقول انك حتكوني في عملين وعلى قناه في الاول عمل هو 11 هو حاجه مليحه وعندي البطحه قبل ما نهضروا على البطحه حابين نعرفوا يعني في 11 وشنو هي ولا الدور اللي حتاديه انا عندي دور الام نتاع ممثل ان شاء الله نقدر نخرجوا ان شاء الله الام مليحه الام القبيحه مليحه ماشي قبيحه بصح في الدو في الانتاج الثاني ام قبيحه وكيفاش قدرتي يعني توفقي بين العملين تكوني يعني مثلا في الدور قبيحه والدور الحمد لله انا عملت مع يما وين كنت مواني حنينه وعاقله وكنت او ميم طون نخدم في شور مع عشر لعشر وين لعبت قبيحة بالموس ونواسف الناس يعني ممثل هكذا يقدر يكون حنين يقدر يكون لازم يتقمص كاع الأدوار وكيفاش تقدري يعني توفقي بين العمل وحياتك الخاصة؟ يعني كاين ترتيب يعني فو سافواغ كيفاش جيغي هاد الاخر وين نتاع الدار وكاين دي جوغ وين عندناش خدمة يعني نتهم بالدار نتهم ب وكاين نهارات وين تخدم اوبليجيك مريت الحمد لله مريتي يعني بوقت ولا بفتره حاولتي انك تركزي على حياتك الخاصه ولا حياتك العائليه وتاجلي اعمالك الفنيه لا لا يعني ما عمري ما قدرت ما هجلت العمل الفنيه وزوجي ثاني فنان ويعرف الظروف ويعرف كيفاش يعني متفاهمين في هذا كي نكون انا خدامه بعيد هو راه في الدار لاتي مع الدراري تو العام اللي فات خدمت في البرج بوعريريج مسلسل مع لا تيليفزيون وين كنت بزاف نقعد في البرج مي كنت الحمد لله تاكله على الزوج تاعي ما عندكش مشكلة أنك تكوني في عمل يعني يكونوا معك ممثلين خلينا نقولوا هما مخرجية مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده جو سي با كاين ممثلين وين ما داروش مدرسة ولا ما داروش ما عندهم موهبة يعني نقدروا نسيو نعاونوهم ثاني نوروا لهم لما فهموش حاجة ولا ما عنديش مشكل يعني ما عنديش يعطيك الصحة الفنانة نجية واش تقولي للجمهور ديالك؟ نقول لهم ان شاء الله راكم بخير على خير واستناونا ان شاء الله في رمضان لا ربي يقدر وكل عام كل عام وانتم بخير وصحة رمضانكم زال رمضان شوية طويل توجور مكملين مع جديد والحصريات طبعا هذه المرة مع فيصل صغير اللي شفناه دخل القفص الذهبي قبل فترة ماذا يعني واحد زوج وعاود ورجع للساحة الفنية تمتم يعني ما غابش بزاف وراه يحضر في عمل جديد وحنا جبنا لكم صور وفيديوهات حصرية من كواليس عفوا من كواليس تصوير الفيديو كليب نحب نقول لكم انه فيصل صغير دائما اغاني تحقق نجاحات وتحقق نسب مشاهده عاليه الاغنيه تاعو تي مي مونك اللي عندها من 6 شهور حققت اكثر من 20 مليون اكثر من 24 مليون خلينا نقول واحد 25 مليون مشاهده واغنيه تاع انت دعوه الخير ثاني حققت 48 مليون مشاهده الاغاني تاعو دائما تكون ناجحه
فيصل صغير وفيصل صغير معروف ثاني يغني توجور سنتيمونتال. دونك هل هذه الاغنيه راح تكون فيها فرق وتكون ديفيرونس على الاغاني اللي مالفي يقدمها سنتيمونتال والعاطفيه، ولا هل يعني حيدير طابع جديد لاغنيه جديده؟ هذه ما راح نكشفوا عليها في الايام المقبله. احنا رانا جبنا هذه الصور الحصريه لبرنامج لايف المشاهير، وهي هذه الاغنيه من كلمات عبدو سعود ومن اخراج ابراهيم حديد. كيما رانا نشوفوا في هذه الصور في الصور وهذه الفيديوهات، انا على حساب واش راني نشوف راهي تبان لي شويه سنتيمونتال عاطفيه. راني نشوف هذيك النار والقيطاره قاعده عاطفيه تماما. هو معروف يعني والمكان الطبيعي الجميل. جوستومون كانت الاغنيه الاخرى تو مي مانك، دونك يا دار لا تو مي مانك ولا الفراق ولا سيباراسيون، هذه احنا نعرفوها في الايام المقبله ان شاء الله راح نكشفوا عليها. دونك هذا هو جديد فيصل صغير. هو اصلا يعني فيصل صغير كما قلتي معروف بالاغنيه العاطفيه، ولا شفتي اغنيه وحشتك انا كانت ثاني دارت حاله هذاك الوقت اونيتي اون فاكونس في الصيف نشفاكي يمكن كانوا دايرين بها حاله تكون حققت نسب مشاهده كبيره. ما حسيت بها ثاني اغنيه اللي دخلتها ثاني حسيت بها، والاغنيه تاعو مع مايا ثاني كانت حققت نسب مشاهده كبيره. يتعامل بزاف ثاني مع ابراهيم حديد توسط ما يلقى توجور هذيك ليكيب اللي يعني نجح معها، ونتمنوا له كل نجاح وحيد لك اون شونج با اون ايكيب كي غاني. هذه هي القاعده اللي يمشي بها فيصل صغير في الاعداد القادمه ان شاء الله يا رب. نروحوا لفقره بديتوا تعودوا عليها في برنامج لايف المشاهير اللي هي كويز المشاهير. كويز المشاهير اكزاكتومون كويز المشاهير، هذه الفقره اللي نطرحوا اسئله على هما جينيرالمون يكونوا ثنائي يعني صحابات ولا زوجين، ولا كما شفتوا البارح الكويز اللي دارته لنا نيفين تاع كاميليا بن عطيه وزوجها طارق بن عطيه لا بروميير فوا هنا في الجزائر. هذا الخطر حبينا نديروه مع صديقتين من المجال الفني اللي هما راضيه ادا ونوال اسكندر اللي معروفين انهم حبابات يحبوا بعضهم صحابات يدوروا كيف كيف. دونك انا ما اظن وحده لوست الاخرى، وحده لوست الاخرى انا ما اظن كيقول انا كانت لوست فوالا كانت لوست باسي معليش. راديه عدا ونوال اسكندر تلاقينا بهم درنا لهم كويز. الكويز هذا ولا راكو شايفين شويه في لي ريزو سوسيو اللي نجيبوا واحد ونسقسيوه اسكو هذا اكثر من هذا يحب هذا اكثر من هذا شكون. حنا سقسيناهم على شكون هي اكثر طلبا في الاعراس، شكون تحب الاخرى اكثر من الاخرى. تما نروحوا نشوفوا في كويز المشاهير اللي كان داره لنا عصام دهمه. مشاهدينا الكرام، الان معايا فنانتين قامتين من الفن الجزائري، راح نعطيهم اسئله ونشوفوا شكون اللي تعرف الاخرى اكثر. تحدي شكون مع الفنانه راديه عده ونوال اسكندر، شكون تغني العاصمي احسن من الاخرى؟ شكون تعرف للشاوي اكثر؟ شكون عندها قبول اكثر من الجمهور؟ لا لا لازم تكونوا يعني وحده فيكم تقول صح. شكون عليها طلب كبير في الاعراس؟ شكون اللي تخدم اغلى من الاخرى؟ سي بان كيستيون اغلى نو نخدموا كيف كيف سي لي كاشي كيف كيف نخدموا القليل ونخدموا فوالا صح. شكون تحب الاخرى اكثر؟ انا نحبها ثاني شكون حضر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثره؟ كيف كيف وعلى ما نشوفوكمش يعني راكم تفهمين الله يبارك. اوني دي سور اوني دي سور افون داتر ارتست اوني دي سور كيف كيف. حبيت نقول علاش ما نشوفوكمش فيديو كيف كيف. اه كاين 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 عم يقولوا لنا لازم حاجه نعرفوا ما نقولوش خلاص ان شاء الله. يعطيكم الصحه. كملين معكم مشاهدينا دائما في الاخبار وكل حاجه راهي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا لازم نهضروا عليها. وشفنا مؤخرا الفيلتر اللي خرج جديد وين شفنا بزاف المؤثرات والمشاهير يعني جربوه. هذا التطبيق هو لينزا اي اي، هذا هو اللي دار خاصيه جديده اللي هي افاتار ماجيك. هذا الافاتار ماجيك يحولك كما رانا نشوفوا هنا في الصوره يعني رجعك شخصيه من الخيال كما نقولوا. هذا التطبيق كان استعمل بزاف من طرف المشاهير ويقدر يدير لك من 10 حتى ل 20 يعني شكل فوالا. هنا قال لي المخرج علاش ما درتوش تصوركم؟ انا من البارح بالليل انا من البارح داير له امير
كاين بزاف نجوم داروه يعني وجربوه في الجزائر، منهم سمير عبدوني البارح كان دار في تيك توك وجربوه، كاين احلام ثاني في يعني العالم العربي، ماير جيل مؤثره، ماير جيل عزيز محمد بوشايب، بوشايب ياسمين عماري، ساره ياسمين عماري اللي دارتها سميرة روانز كذلك اللي كانت استعملته شحال جهه شباب سميرة مروه بوشوشه، مروه بوشوشه طبعا تشوفها كاين بزاف مشاهد بدو ملامح تاعها كتشوفي هكا اميره ريه ثاني كيما رانا نشوفوا فيها في الشاشه، وكاين بزاف ثاني مشاهير اخرى يعني بشرى عقبي ثاني هي شاركته مع الجمهور تاعها كيما رانا نشوفوا في الصوره، وحتى خلونا نقولوا انه حتى رياض بن عمر جبنا ما جبتش صوره رياض بن عمر ليكيب، حتى رياض بن عمر دار الصوره تاعو، خلونا نقولوا انه هذا التطبيق اللي رانا اللي راهو اللي الناس كامل داير في الصور تاعو راهو كاين تطبيق هو تخلص بلا كارت دو كريدي تاعك ماشي باطل على بها ما درناش سمعت المخرج تماما انا حاولت البارحه اعمل لكم صوركم نيفين واكرام وجيبهم معنا اليوم نعرضهم للناس بس النية معليش النية مليحه الاميراريه خلينا نقولوا انه هذا الفيتخ اللي رانا نشوفوا فيه او هذا الافاتار اللي نشوفوا فيه مع صدور فيلم جيمس كاميرون افاتار الجزء الثاني وانتشر على السوشيال ميديا تحدي هذا الافاتار او الذكاء الاصطناعي اللي يحول الصوره الى انيميشن كما رانا نشوفوا فيهم، واستهوى تطبيق داون اي واسمه التطبيق هذا الى كثير من النجوم كيما اللي رانا نشوفوا فيهم كامل، يعني احنا دائما نقولوا كدك دير صوره واحده ولا شخص مشهور برك يدير صوره واحده الناس كامل تبعه وتسيي، هذه اللي خلات كامل المشاهير رانا نشوفوا فيهم في هذا الصور افاتار. راح لك شغله انه هذا الشيء الوحيد اللي نجح او اللي عمل شهرة من فيلم افاتار، لانه فيلم افاتار باخر انتقادات توجهت له انه هو ما نجح بشباك التذاكر مثل ما كانوا متوقعين له او مثل ما كان بالجزء الاول. ما كان يدير ترويج للفيلم باش يمشي اكثر باش يمشي لكن يعني بعد ما شفنا هذا التطبيق ولا هذه الصور انتشروا بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كامل المعروفين والمشاهير داروه يعني خرجوا الناس اللي يعرفوا يعني في التطبيقات باسكو على بالك باللي كل تطبيق كاين اللي يحرص عليه ويشوف كيفاش اسكو يقدر يأثر سلبا ولا ايجابا على الناس، يقول لك انه هذا الاستعمال تاع هذا لي فيلتر سبيسيالمون الافاتار هذايا يقدر ينقص لك في لا كونفيونس اون سوا، يقدر ينقص لك في الثقه في النفس، علاش؟ لانه يغيرك تماما حتى تولي تشوف الشكل تاعك بيزار، جونغ تخي تخي تولي تبان تخي سامبل باغابوغ لا فوتو اللي شفناها في الافاتار. نكملوا توجور مع المشاهير والجديد واش يتبويتو، حنا كنا شفنا قبل ايام انه صاحبة الصوت القوي سيلين ديون اللي اعلنت عبر فيديو في الانستغرام انها مريضه وصابت بمتلازمه وانها ما تقدرش تكمل الجوله تاعها في اوروبا اللي كانت في فيفري ومارس، وهذه المتلازمه هي متلازمه نادره اصيبت بها، دونك حنا حضرنا ورقه عليها في فقره فلاش باك نشوفوا بدايات سيلين ديون وشنو هذه المتلازمه اللي راهي مصيبه بها. نسقسي ليكيب اسكو كانوا عارفين فكره تاع سيلين ديون ماشي فرنسيه هي من كندا كنديه، كاين بزاف ناس تغلط تقول لك بزاف انها فرنسيه هي ماشي فرنسيه كامل زادت في كندا وكبرت في كندا وحتى الموسيقى تاعها كبرتها بداتها في كندا دونك هذه هي الورقه اللي حتى في كندا يعني عندهم هذاك لو كوتي يعني يهضروا فرونسي دونك سي بور سا واقيلا فوالا الفرونسي وحتى في الانجليت القت فيها بزاف الاغاني تاعها تماما. طيب راح نروح هلا الى خبر اللي هو نشر تطبيق انغامي الجزائر قائمه لافضل 10 اغاني العام 2022 طبعا بالجزائر حيث احتل البندقيه ديدين المرتبه الاولى بفضل اغنيته تسلا. ويليه جليل باليرمو باغنيه جوابي، وصنف التطبيق ايضا سواريمينتي لسول كينغ وديسكو مغرب لدي جي سنيك وكاتخ شيفغ للرابر فلان كافضل اغاني ايضا. وعلى سيرة ديدين بدنا نذكر انه الاخير كان متواجد بدبي وين سجل اغنية جديدة مع الفنانة الاماراتية الماس، وراح يكون في عندنا مكالمة اكيد حصري مع منتج اعماله انيس بهلول بالحلقات القادمة لحتى يعطينا تفاصيل اكثر عن هذا العمل. يعني انا جيغو ماركي برك في الترتيب تاع الاغاني هذا اللي صدر مؤخرا انه الاغنية الزنقاوية يعني حاضرة بزاف في الترتيب، شفنا يعني الاسم ديدين واسم جليل باليرمو يتعاود في الترتيب تاع الاغاني مما يقول ولا يعني باش نشوفوا انه صح الاغنية الزنقاوية صح هي اغنية ناجحة
وأو ميم طون يعني كما نقولوا حنا الكلمات اللي يستعملوهم كلمات اجتماعيه ولا اغاني اجتماعيه والناس كامل تحبهم وتسمعهم. تقدر ميم تسمعهم كما يكونوا مع كي تكون مع الناس ولا يعني ماشي اغنيه اللي ما نقدروش نسمعها كي نكونوا مع العائله. فوالا فامي تقدر تسمعها. نكملوا برك في اخبارنا. واليوتيوبر هشام دو نيف البارح يعني جميع المتابعين ديالو وفاجئهم وهذا بالظهور الاول تاعو على السوشيال ميديا منذ المغادرة تاعو من السجن بعد حصوله على حكم البراءة. جاء ظهور دو نيف من خلال ستوري اللي نشره صانع المحتوى المغربي رضا الوهابي المعروف كذلك بصداقته الوطيدة مع رفكة. هذا وارفق الوهابي ستوري بتعليق جاء فيه الحمد لله على سلامتك. ذكروا برك انه هشام مختفي عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ جانفي 2022 وتحديدا منذ تفجير قضية الطلبة المنصوبة لهم من قبل احدى الوكالات السياحية. احنا شفنا بزاف بلا كاين صفحات وين هضروا قالوا يعني قبل ما يخرج هو في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا انه واحد يقول لك كان في الخدمه العسكريه واحد يقول لك ده واحد يقول لك ده لكن الخبر الرسمي انه كان في حجز اكرام. الخبر الرسمي والصحيح انه كان سلم نفسه بدون ما يعلم الناس ولا بدون ما يكون خبر على مواقع التواصل الاجتماعي راح سلم نفسه وبدون علم اي واحد يعني من الناس اللي بالك من بعد عليه ولا قرب عليه. لكن نهار خرج يعني البيان باللي البراءه تاعو خرج الخبر وحنا كنا الاولين برنامج تاعنا الاول اللي يعني اعلن هذا الخبر من خلال الحصريات تاعنا. يلا تم يوم امس تتويج المتسابق نور قندوز من ولايه تلمسان بلقب ملك جمال جوهره الجزائر للعام 2022. هذا فيما توج المترشح الهادي بلقب مستر فوتوجينيك ومتسابق ثالث بلقب مستر بيرسوناليتي. وبهذه المناسبه كتب قندوز بوست جاء فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم تتويجي بلقب ملك جمال جوهرة الجزائر 2022. أتفضل بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا الحفل. نذكر فقط بأن هذه المسابقة أقيمت في تلمسان الملقبة بجوهرة الغرب الجزائري. وبنروح إلى آخر تصريح معنا بحلقة اليوم واللي هو للممثل بشير حبشي واللي تلاقاه زميلنا محمد موفق وحكى له عن سلسلة الكوميدية راح تكون موجودة برمضان 2023 حيكون مشارك فيها اللي حتعرض على إحدى القنوات الجزائرية واللي حتكون كوميدية هادفة وحيكون في عندها رسالة. راح نروح نعرف تفاصيل أكثر منه وشو ممكن يكون في رسالة لهذه السلسلة الكوميدية. باقي رمضان يبدا بدينا نشوفوا كالكو برودكسيون بداو يتورناو شفناك في لي ريزو سوسيو كنتو حطيتو كالكو فوتو من لا برودكسيون اللي راكم تصوروا فيها ممكن نحكيو على الدور عليها وقتاش نشوف نعطيكم غير شويه محمد مازال باسكو راهو في راهو يطيب كيما يقول لك سيتكوم جديد هذا مع زنكا كريزين الغنيين على التعريف مع سامير واسلام هو سيتكوم سوسيال هو هي عبارة كما نقولوا ماهو سيتكوم ماهو شريح الكوميك كوميك هو راهو كوميك معالج مواضيع اجتماعية بطريقة كوميدية. أنا راح نكون إن شاء الله في الدور كما نقول لك الجهة الموجبة فهمت مع سامير الأخر نحن راح نحاكيو شوية المجتمع تاعنا بطريقة كوميدية. وشنو هي الحاجة اللي ماركاتك في 2022 باشر؟ إيه عباك ماركوني بزاف زوج عفايس ماركة هناك ما عاد العام حاجة الأولى دخلت بنتي تقرا بنتي الوسطانية دخلت يعني حاجة الحمد لله. حاجة ثانية بون برودوي جديد إن شاء الله يلاقي نجاح إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله يا رب 2023 يدخل علينا بخير ولهنا إن شاء الله وإن شاء الله كوتي سينما كوتي إن شاء الله يكونوا إنتاجات كثيرة اللي نقدروا نشاركوا فيها ونقدروا نخدموا أكثر وأكثر لأنه عندنا دوك من الوقت كورونا اليومين هذا يعني الإنتاجات تنقص بزاف وهذا يضر كما يضر القنوات يضر الممثلين يضر كل فنان يعني تقنيين كامل يكون راهم قيوسين من هذا من نقص الانتاج. العفو شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير لاقوبه كما نقول لك ان شاء الله 2023 يكون عام خير علينا وعليكم كامل ان شاء الله. كم سون فيزا سون بابي نطيروا بكم الى فقرتنا مشاهير اللي نتعرفوا فيها على اخبار الوطن العربي واخبار العالم. قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد في افتتاح دورة السابعة اللي راح تكون من 5 إلى 10 مارس المقبل.
وذلك تقديرا لعطائها السينمائي الكبير اللي قدمت خلاله عددا كبيرا من الافلام المهمه اغلبها كانت تناقش قضايا المراه. راح الفنان اياد ناصر انه النجاح ماشي بنسبه المشاهدات ولا بترند ولا حتى بالراتب في البنك، بل في درجه استغلال الفنان مواهبه ومدى افادته من الفرص المتعدده في الحياه. وزاد قال انه الوصول لترند ماشي امرا صعبا، ولكن نشوفه نجاحا مؤقتا ولا يحقق النجوميه او نجاح لي عليه أي فنان. كشف النجم الأمريكي نيك كانون أنه بعد تشخيص حالة ابنه الزين اللي توفى بعمر 5 أشهر بسرطان الدماغ رفض أنه يخضع للعلاج الكيميائي، لأنه بعد عرضه على الطبيب تبين أنه عنده سرطان نادر بالدماغ وأنه لا يوجد أمل في شفائه وأنه العلاج راح يطيل شوية في حياته. فبعد التفكير بالمعاناة اللي راح يعيشها والتساؤل شاف أنه راح يتعذب فقط بالعلاج فقرر يخليه في البيت حتى توفي. مشاهدينا في فقرة مش هيرود كنوا لحقنا لختام برنامجنا لنهار اليوم، شكرا على متابعتكم وفائكم لهذا البرنامج. احنا نوعدكم بحصريات اكثر واخبار اكثر. نخلوكم مع الاغنية الاخيرة لبلال صغير العشق الوعر، تهلا فرحكم.